السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة النور لتربية الطيور. إن كنت من مربي الدجاج البلدي فتابعنا للحصول على المزيد من المعلومات، حيث يفضل معظم الناس تربية الدجاج البلدي في المنزل، وذلك لضمان سلامته من العقاقير والهرمونات والتي يستخدمها بعض أصحاب المزارع. وتربية الدجاج البلدي في المنزل لا يحتاج إلى مجهود، فهو مشروع بسيط بأقل إمكانيات نقدمها لكم عبر منصة النور لتربية الطيور. تربية الدجاج البلدي، هناك معلومات لابد من الإلمام بها عند تربية الدجاج البلدي، سواء كانت التربية بغرض الربح أو كانت بغرض الاستخدام الشخصي. الدجاجة البلدي يتراوح وزنها من كيلو إلى كيلو وربع جرام تقريبا، ويكون عمرها من 16 إلى 18 أسبوع، ويزداد وزنها كلما زاد عمرها حتى يصل وزنها إلى 2 كيلو جرام تقريبا. ويكون وزن الذكر في الدجاج أكبر من وزن الأنثى بحوالي 25%. الدجاج البلدي عند وصوله لعمر من 16 إلى 18 أسبوع يكون لديه القدرة على إنتاج البيض، ولكنه يكون صغيرا نسبيا، وتكتمل قناة البيض عند 20 أسبوع. وفي هذا العمر يكون الدجاج البلدي قادر على إنتاج بيض بصورة أفضل وبحجم أكبر، حيث تقوم الدجاجة البلدي بوضع حوالي من 160 إلى 200 بيضة في العام الواحد، ويكون أيضا خالي من الأمراض. وبهكذا انتهى موضوعنا اليوم. إن كنت من مربي الطيور والدجاج البلدي فتابعنا للحصول على المزيد من المعلومات. كنا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم في فيديو قريب.